اسمي ديما عدوي، أخصائية اجتماعية في برنامج تقوية الأسر، مسؤولة عن 37 عائلة موجودين في محافظة بيت لحم بريفها الشرقي والغربي ومخيماتها. نظرا للظروف الصعبة اللي بتمرق فيها البلد، صار في عنا تحديات كتيرة في الوصول لهاي العائلات وتقديم الخدمات لإلها. بنقدر نوصل تقريبا فقط ل 17 عائلة من العائلات اللي أنا مسؤولة عنها. هذا الإشي شكل عوائق كتير كبيرة لإلنا في تقديم هاي الخدمات اللي على طول على مدار السنة بنشتغل معها مع العائلات. اليوم قدرنا نعمل نشاط تفريغي في قرية الأطفال لتقريبا 20 سيدة من السيدات اللي احنا بنقدر نخليهم يوصلوا قرية الأطفال بدون تعريضهم لأي خطر، وكان هذا النشاط من أجمل النشاطات اللي قدروا السيدات فيه يفرغوا نفسيا بعد 50 يوم أو أكثر من 50 يوم من الانقطاع وعدم قدرتهم للوصول وحضور المجموعات الداعمة وحضور النشاطات اللي بتصير في قرية الأطفال.